السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين ومتابعي موقع مصراوي الكرام في كل مكان، أولياء الأمور ينتظرون في ترقب ودعاء لأبنائهم من أمام لجنة مدرسة الأمور الثانوية بنات بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء. نرصد لكم آراء طلاب الشهادة الثانوية العامة حول مادة اللغة الأجنبية الثانية، وأدى اليوم الامتحانات 128 طالب وطالبة داخل 8 اتجاه على مستوى محافظة جنوب سيناء. مش عارفه والله، انت حاجه عامل ايه؟ ثانيه بس، كان عامل ايه؟ الحمد لله. طب الجراح كويس ولا فرنساوي؟ كان فرنساوي كانش جرامر عشان معقول يعني. الامتحان عامل ايه؟ ليه بس؟ الامتحان عامل ايه طيب؟ بجد انت الماني ولا فرنساوي؟ ايه؟ الماني ولا فرنساوي؟ لا فرنساوي. لا كان حته صعبه اكيد يعني، بس هو كان ما شاء الله عربي. طب والجرامر؟ لا ترجمة